أعلنت شركة ماستر كارد تعليق خدمات بطاقاتها البنكية في روسيا، فيما قالت شركة فيزا أنها تعتزم تعليق خدماتها في روسيا كذلك خلال أيام. ووفق بيان لشركة فيزا فإن البطاقات الصادرة في روسيا لن تعمل خارجها، والصادرة خارج روسيا لن تعمل داخل أراضيها. وأوضح مصرف سبيربانك الروسي أن بطاقات فيزا وماستر كارد التي يصدرها ستظل تعمل في روسيا، مضيفا أنه سيكون من المتاح إجراء المعاملات على أراضي روسيا كسحب النقود وإجراء التحويلات المالية برقم البطاقة والدفع في كل المتاجر المتصلة وغير المتصلة بالإنترنت. من جانبه أعلن البنك المركزي الروسي أن بطاقات فيزا وماستر كارد الصادرة عن البنوك الروسية ستظل تعمل في روسيا بفضل نظام الحوالات المالية الروسي البديلة، وأن العقوبات لن تؤثر على ذلك. هذا وأوضح أن البطاقات تخضع لخدمة المدفوعات الوطنية، لذلك فإن العقوبات لن تؤثر والأموال متاحة للعملاء داخل أراضي روسيا بشكل طبيعي. أيضا هذا بالإضافة لأن المعاملات المالية باستخدام فيزا وماستر كارد خارج روسيا لن تكون متاحة، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية الأجنبية. وأيضا فيما يتعلق بحالة السفر إلى الخارج يوصي باستخدام بطاقات نظام الدفع الوطني مير. من جهته رحب الرئيس الأمريكي بقرار فيزا وماستر كارد بتعليق العمل في الداخل الروسي، وجاء بيان البيت الأبيض بالإشارة إلى أن رئيس بايدن رحب بهذه الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها والقطاع الخاص على روسيا، ورحب على وجه الخصوص بقرار فيزا وماستر كارد بتعليق الخدمات في الداخل الروسي.